مختلفه لشريحتين اجتماعيتين مهمشتين. فقلنا ان اول 100 كيلو ساعه كيلو وات ساعه من الاستهلاك ستكون بدون ربح، وثاني 100 كيلو وات ساعه من الاستهلاك ستكون بسعر التكلفه. وهذا ان شاء الله ايضا سيكون هناك تعرفه خاصه للصناعيين والتجاريين من اجل ان يكون عارف. لم يبقى الا اسبوع حتى تتحققوا من هذا الكلام. حيث سيكون السعر هو سعر السلعه الحقيقي، وسيكون سعرا موحدا من جنين الى الخليل وان شاء الله قريبا في غزه الى رفح. اهلين دكتور، من هذا راح احكي عن التعريف في المحاضره، فبالتالي كذلك قمنا وتنفيذا لمواد القانون بانشاء شركات متخصصه ومهنيه ومرخص لها للقيام بكافه الانشطه المختلفه في قطاع الطاقه الكهربائيه. السيدات والساده الحضور، ان هذا الانجاز الكبير والنجاح الباهر المتوقع والذي المسه من الاخوه القائمين على هذا المؤتمر يجعلني متفائلا بان المجهود الذي ستبذلوه خلال اليومين القادمين سوف تتبلور نتائجه بالحصول على التوصيات اللازمه من اجل مساعده الشعب الفلسطيني والرتيبه. انني اشكركم على حسن استماعكم متمنيا لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح لخدمه شعوبنا، داعيا المولى عز وجل ان يسدد خطانا لما فيه خير امتنا. والسلام عليكم ورحمه الله. وين جمال؟ تعال.
شحونا طيب يا عمي شحونا شركة فاس شركة ايش؟ فاس فاس جبل صنطبة وقوان فاسطيني قرن صنطبة وقرن تشهدوا مجموعة بتاعتك انت من الغور يعني؟ عربة طيب كويس يعني قال واحد يعني باش علي محمود شهاد عربة محمد محمود شهاد احنا نصنع بعض مواد شخصية ونستورد جزء من ضمن الأشياء نصنع أبراز ضغط العالم الأعمى وهنا بنصنع مفتاح تعاون مع شركة ونستورد الأجزاء هاي وطبعا عندنا قسم مقاولات نبني كل الأشياء اللي نحتاجها طبعا تعاون مع شركات والله يا